السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لطيور شلوى فرسان الديرة الصقور، لا بارك الله بالضعف، وتحية لخالاته ولكل الأحرار المستمرين في دعم أخوتهم في غزة ولم يعتادوا المشهد. كل احترام والتقدير استمروا، إنما النصر صبر ساعة. طبعا حلقة امبارح تم تقييدها وإدراجها خاص إلى أن يوافق عليها اليوتيوب، وهي حملة ممنهجة ضد كم شخص موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ. فمنتمنى تفاعلكم ودعمكم، وخاصة على اكس وانستغرام موجودين في التعليق الاول، وبتشوفوا هناك شغلات فيها امل، فيها تفاؤل، بتشوف العز والشموخ والكرامة اللي بيعملوه رجال غزة على ارض غزة العزة، فاهمين علي؟ بدل ما انت وانت تضلكم تشوفوا القتل والدمار اللي قاعد بيعملوا الكيان الصوص هذا على قدر ألمهم، لم يستطيعوا على رجال غزة فحاربوا الجدران والبيوت، ضربوها والكنائس والمساجد والمستشفيات، وقتلوا الأطفال والنساء والشيوخ للأسف الشديد، للأسف، في ظل صمت عربي غريب إسلامي عجيب نفاق عالمي كبير. المهم استمروا، اوعوا تعتادوا المشهد. وأنا بما أني بطلع على القناة الرابعة هاي، وأكبر جزء من إخواني موجودين في هاي القناة وخواتي جزائريين، أو خلينا أوضح الصورة تمام، جزائريين، فواجب علي اني احط فقرة على قدر استطاعتي احتراما لهذا الجزء، وانه هاي القناة خاصة بالجزائر وانتو عارفين هذا الاشي، ولسه متعهد اني اكون مختلف واني ما اتاجر في هدول الناس وافخمهم مع اشي فاضي. فخليني ابدأ معهم اوجه لهم الرسالة الثالثة خلال الثلاث اسابيع بوجهها للاخوة. مش غلط، التكرار بيعلم الشطر واحنا بنتعلم كلنا. اخواني واخواتي، في بعض القنوات عم بتنزل لكم اخبار وعم بتفخم فيكم، وهاي التفخيم بضركم ما بفيدكم، غير قصة السفينة اللي اخترقت ودخلت غزة والطيارة والجيش والقصص الخزعبلية تمام. في قصة تاعت يوسف العطال اللي طلعوا فيها وبقول لك الجماهير الجزائرية في فرنسا تتحالف أو تتشابخ مع نيس، نصرة ليوسف العطال، وجايبين له مقاطع هيك من شغب في الشوارع ومركبين الصوت، وبقول لك زيدان يدعم يوسف العطال، هو داري عن أصلاً الجزائر أو عن فلسطين عشان يدعم يوسف العطال. أي خلينا نكون واقعيين، هاي تجارة وكذب، وهيك بتفرج العالم إنه الشعب الجزائري همجي، وإنه الشعب الجزائري شغل دمار وتكسير وبيخرب البلدان، وغير هيك بتضر بالناس اللي عايشوا هناك وبتوصل صورة سيئة بطريقتك اللي أنت بتحاول تقول واو شاهد الشعب الجزائري، وهذا غلط الحكي، لا يجوز، معلش سامحوني أنا بحكي عشانكم ماشي، وأنا متعهد طالما أنا هون متعهد أن أنقل لكم الحقيقة الصحيحة. هيك وصلت المعلومة. هنا كان جمعية البركة الجزائرية تقدم المعونة للنازحين، لكن لا يبقى أحد، حسبي الله ونعم الوكيل. قبل ما أجاوب على السؤالين المهمات، في خبر يعني للأسف محزن، ولكن هذا من خلاله رسالة راح أقدم. طبعا يمكن أغلبكم ما بيعرف أنه مبارح تم تدمير 90% من جمعية البركة الخيرية الجزائرية الموجودة وين؟ في غزة، زيها زي كثير جمعيات خيرية تابعة لكثير من الدول العربية والعالمية، تم تدميرها من قبل الكيان الصوص اللي فيها فقط أطفال ونساء وشيوخ وناس كبيرة لا جاية وبتحاول تقدم مساعدات إذا توفرت، لأنه المساعدات شبه إنها خلصت يعني خفشي، يعني هم بحاصروهم بكل إشي حاليا تمام. وشفت الحزن يعني لكثير من الناس، ولكن أنا بدي أوجه رسالة شكر لهاي العالم اللي تركت بلدانها وأجت على غزة لتقدم يد المساعدة. هذولا مشروع شهداء، وفي منهم راحوا شهداء الله يرحمهم، هذول مشروع جرحى، هذول بيعانوا، هذول الناس اللي بتقدم المساعدات الآن تحية إجلال واحترام إلكم، وربي يثبتكم وينصركم، لأنكم اليوم أنتوا جزء من هاي المعركة، ومعلش يدمروا اللي يدمروه بإذن الله سيزلون وستنتصر غزة وبنرجع بنبنيها، وفقراء المسلمين كلهم لو كل واحد تبرع بدولار سنعمر غزة بإذن الواحد الأحد. في سؤال بيسألوه عن نينجا غزة، وين نينجا غزة؟
ليش مش مبين نينجا غزة؟ اطلع يا نينجا غزة. عزيزي المواطن العربي والعربية، انت مش بتتابع بمسلسل ولا بفيلم يعني، ولا ما يطلبه المشاهدون. هذول الابطال الرجال الان يقاتلون ضد منظومة الشيطان كاملة، ضد الخذلان والخيانة وضد العالم كله. الان مش فاضيين لا انه والله يطلع لك انت مشتاق له ولا انت مشتاقيت له يطلع لكم. هذول الناس الان بتعد وبتحضر، فاهمين علي، وبيطلعوش الا بالوقت المناسب، وكل حركة لهم او تصريع محسوب مدروس 100%. بس ادعوا لهم واستمروا بدعمهم واسألوا وين العالم، وين العرب، وين المسلمين عن المجازر، بدل ما تسألوا وين نينجا غزة. أما بالنسبة لموضوع أنفاق غزة، شفنا البروباغندا اللي مشيت خلال 24 ساعة على كثير من الناس، وقالوا انهم خلص ناويين انهم يغرقوا كل أنفاق غزة. السؤال الأول، وصلتوا للأنفاق؟ طيب لو وصلتوا للأنفاق، ايش الأنفاق اللي وصلتوا لها؟ دفاعية، هجومية، أنفاق وهمية؟ معلش وضحوا لنا، يعني هذا الكلام مش كلام، كلام الصحف العبرية. يعني الشغلة الأهم، حال إنكم بدكم تغرقوا الأنفاق، بدكم نص البحر الأبيض المتوسط، ولو غرقتوها نفترض هذا أسوأ سيناريو، تمام، حيصير زلزال في كل فلسطين اصطناعي زي اللي بنسمع فيه. يعني هذا مش حكي، حكي علماء الجيولوجيين عندكم وعند حبايبكم اللي بيدعموكم. الأهم من هيك، مش إعلامكم صرح وقال، وبعض الاستخبارات، يعني صرت أضحك على استخباراتكم للأمان إنهم مسخرة، قالوا إنهم أنفاق غزة زي أنفاق لندن ومترو لندن، وهاي هو تحت قطارات وسيارات. طب سؤال، كيفكم تصلوا لها؟ يعني حرفيا بينطبق على قادة الكيان السوسي بتصريحاتهم، شبعونا مقروط بلا عسل، عقولت الأخوة في الجزائر، وعقولتنا شبعونا عارض وكذب. فرجونا تحقيقات ولا أي شيء، يوم بنزلوا لي فيديو لجيشهم ولا كذا، تلاقيه بسيد شباك، بسيد باب، بسيد شو اسمه دار، بهد دار. بس يعني حرب الجدران العالمية صراحة، انتوا بتخوضوا حرب ضد أبواب غزة وحجارة غزة وقزاز غزة وسيارات غزة. انتم ما بعرف، يعني فرجونا اشي زي ما بفرجونا رجال غزة. يعني معلش فرجونا، يعني غزة لو بدها تسقط كان سقطت في 2005، غزة لو بدها تسقط كان سقطت في 2012، غزة لو بدها تسقط كان سقطت في 2014، غزة لو بدها تسقط كان سقطت في 2021، وهي احنا في 23 و60 يوم مش محققين اي انجاز. لا وصلوا للرهائن او الاسرى اللي حكوا عنهم، ولا وصلوا لاي حدا من القاده او تعون رجال غزه، يعني زي ما هم حاطين اسمائهم على كروت الشده. غزه لن تسقط، غزه هي اللعنه على بني سوس والكيان السوس. غزه الجزء الوحيد اللي ضل في فلسطين المحرر، اللي هو الشعله اتجاه كل فلسطين. غزه لن تسقط يا اخواني، المشاهد مؤلمه، ويمكن الايام الجايه تكون مؤلمه اكثر، بس ورب العزة سيكون فرج ربنا قريب والنصر لهذول الناس. يا اخوان اليوم هي القصة باختصار قضية مؤمن ومنافق، فهنيئا للثابتين. غزة غربلتهم تغربل، بس الاهم انك لا تعتاد المشهد، لا تعتاد المشهد، استمر. اتعبت بعرف، اتعبتي بعرف والله بعرف، حتى يعني انت بتحاول وانت بتحاولي كم ما تفتحوا التلفزيون او حتى تتصفحوا بعرف. لا اوه دير بالكم، استمروا يا جماعة، استمروا. هاي الوسائل المتاحة، كلمة، إيصال حقيقة، تبرع بمادة، مساعدات، صح نسيت أقولكم، خربت وهي واقفة على الحدود عند إخوانهم. لا انسوا العار، كبير جدا يا جماعة، كبير جدا. يعني أنا مش فاهم يعني شو اللي قاعد يصير صراحة. يعني لا، والحلو في الموضوع إنه كل الشعوب قاعدة بتلوم بعضها، هذا بلوم دولة هذا وهذا بلوم دولة هذا. ريحكم، العار طايلنا طايلكم من الآخر، بس بيجي درجات يعني اقل اعلى، يعني تفهمين علي. فبدل ما نلوم بعض ونسب بعض ونشتم بعض ونشتغل في بعض ونكذب ببعض، نشتغل على اهل غزة وندعم اهل غزة بقدر استطاعتنا. بس تحيا غزة وتحيا فلسطين وتحيا الجزائر، والله يرحم الشهداء. السلام ختام.